هو عند أهل السنة والجماعة بشر من البشر، ليس بنبي ولا معصوم، وما هو إلا رجل من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاكم عادل يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، يخرج في وقت تكون الأمة أحوج ما تكون إليه، فيحيي السنة ويزيل الجور ويبسط العدل. كيف إذن يورد بعض الناس إشكالا على أحاديث المهدي، ويزعمون جهلا منهم وضلالا أنها تنافي عقيدة إسلامية راسخة، ألا وهي ختم النبوة برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيشبهون على ضعفة الأفهام ويطلقون الكلام جزافا بغير خطام ولا زمام. وإذا كان نبي الله عيسى عليه السلام الذي هو أحد أولي العزم من الرسل إذا نزل في آخر الزمان إنما يحكم بالكتاب والسنة، ولا يأتي بكتاب جديد ولا بشرع جديد، فغيره من الناس أولى وأولى ألا يأتي بكتاب جديد ولا بشرع جديد. ألا فليتق الله هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون، وليخلصوا النية لله في البحث عن الحق، فإن الحق متاح لمن أراد أن يظفر به، ولن يذهب عن الحق بعيدا من سعى بصدق نية في طلبه. ولا بد أن يأتي اليوم الذي يتحقق فيه ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تماما كما أخبر، ليقول المؤمن عندئذ: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع، مرحبا بكم في سلسلة المهدي المنتظر، ومع الحلقة الثالثة بعنوان مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله. كما أن من مقتضيات الشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. كذلك من مقتضياتها الأولية تصديقه صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبر، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن رجال من الماضين بقصص كثيرة. واحد مثل حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم ففرج عنهم. اثنين حديث الأبرص والأقرع والأعمى. ثلاثة حديث الرجل الذي اشترى من رجل عقارا فوجد في العقار جرة فيها ذهب. أربعة حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل هل له من توبة. خمسة حديث الرجل الذي ركب البقرة فكلمته البقرة والرجل الذي كلمه الذئب، وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين. ستة حديث الرجل الذي استسلف من الرجل 1000 دينار وهو في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد. وكذا أخبر صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة تقع في المستقبل، وباب الإخبار بالمستقبل باب عظيم من أعلام نبوة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإذا أخبر الرسول بشيء من الأخبار فلا مجال للشك في وقعها، كما أخبر قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الجن 26 و27 الآية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، النجم 4، كان له من أخبار المستقبل
الحظ الوافر الذي أيد الله به رسالته. فعن عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الفجر وصعد على المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة، قال: فأعلمنا أحفظنا. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون من مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه، فأذكر كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه، ثم إذا رآه عرفه. وعن عمر رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حافظ ذلك من حفظه، ونسيه من نسيه. ومن هنا روى الصحابة رضي الله عنهم عنه صلى الله عليه وسلم إخباره بكثير من الأشياء الغيبية التي أظهره الله عليها تأييدا لنبوته، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم بخروج الدجال وذكر صفته على التفصيل، وأخبر أن عيسى عليه السلام ينزل من السماء ويقتل الدجال في أحاديث بلغت حد التواتر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتين من المسلمين فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث كذابون دجالون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت للحجاج ابن يوسف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. هذا في جانب الإخبار عن الأشرار، أما الإخبار عن الأخيار فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وعن يسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر رضي الله عنه وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض، فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، له والدة وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم. وفي رواية: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، وكان به برص فبرأ منه
إلا موضع درهم له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي، فاستغفر له. الحديث. فهنا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن رجل صالح يظهر بعد زمانه صلى الله عليه وسلم، وذكر اسمه ونسبه وبعض تفاصيل أحواله، وقد وقع كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لم يتخلف منه شيء. فما الغريب إذن في أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج رجل صالح من أمته، خليفة عادل من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا؟ أي شيء يسوغ إنكار مثل هذا الخبر وقد ثبت بالنقل الصحيح ولم يعارضه عقل صريح؟ ولو توهم عقل قاصر معارضته لقدم النقل عليه ولا شك. فكم من غائب قولا سليما وآفته من الفهم السقيم. إن المهدي المبشر به لا يدعي نبوة، بل هو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو إلا خليفة راشد مهدي من جملة الخلفاء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهو عند أهل السنة والجماعة بشر من البشر، ليس بنبي ولا معصوم، وما هو إلا رجل من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاكم عادل يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، يخرج في وقت تكون الأمة أحوج ما تكون إليه، فيحيي السنة ويزيل الجور ويبسط العدل. كيف إذن يورد بعض الناس إشكالا على أحاديث المهدي ويزعمون جهلا منهم وضلالا أنها تنافي عقيدة إسلامية راسخة، ألا وهي ختم النبوة برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيشبهون على ضعفة الأفهام ويطلقون الكلام جزافا بغير خطام ولا زمام. وإذا كان نبي الله عيسى عليه السلام الذي هو أحد أولي العزم من الرسل إذا نزل في آخر الزمان إنما يحكم بالكتاب والسنة، ولا يأتي بكتاب جديد ولا بشرع جديد، فغيره من الناس أولى وأولى ألا يأتي بكتاب جديد ولا بشرع جديد، بعد أن أنزل الله تعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المائدة آية 3. ألا فليتق الله هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون، وليخلصوا النية لله في البحث عن الحق، فإن الحق متاح لمن أراد أن يظفر به، ولن يذهب عن الحق بعيدا من سعى بصدق نية في طلبه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لنا وإن الله لمع المحسنين. العنكبوت آية 69. ولا بد أن يأتي اليوم الذي يتحقق فيه ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تماما كما أخبر، يقول المؤمن عندئذ: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الأحزاب آية 22. ولتعلمن نبأه بعد حين. صاد آية 88. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه الحلقة، إلى أن نلتقي في الحلقة التالية لكم خالص تحياتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.